أهلا إخوتنا الأعزاء، سلام يا ماكروس، أهلا بيك، كل سنة طيبين ومناسبة أحلى حب في الدنيا، عيد الحب الحقيقي، يوم الجمعة العظيمة. رجاء مشاركة البث للإخوة والأخوات. موضوع على إحساس المسيح عبد القبض عليه، إحساس النفسي، الإحساس نفسيا كان إيه الوضع؟ وده باين في أناجيل الساعة 9. حرفيا كان صعب جدا يعني، حرفيا كان وضع بشع، كنت يعني. سلام ونعمة، آمين. حقا صلب وقام، سلام على مدينة زمانة. إحساس البشاعة بقى، يعني تفصيليا يتقال لنا النهاردة في الأجيال 9 يهوذا أحد الاثني عشر جاء ومعه جمع كثيرين بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان مسلم وأعطاهم قبلة، علامة إن هي قبلة، وقبله. فالمسيح بيقول له: يا صاحب يا صاحب، لماذا جئت؟ حينئذ ألقوا أيديهم على يسوع وأمسكوه. يا صاحب، يا زميل، يا صديق، الخيانة جت منك أنت؟ هو عارف المسيح إن هو هيخونه، بس يعني ادالك تحذير، التحذير ده تبعد عن الخطية، مش تقرب منها، حاول ترفض. طب غلطت اعتذر، غلطت اعتذر، لكن للأسف الباشا غلط وما اعتذرش. قلت لحضراتكم احنا بنقع كتير كلنا في خطايا، اعتذر، قوم على طول، قوم اعتذر لربنا، قول انا اسف. طب ما كان معاكم في المجمع، كان بيشرح، بيوعظ، بيعمل معجزات، ومعجزات كمان، كان يوم السبت، كان المسيح يعمل معجزات يوم السبت، وانتوا تكتبوا من الغازين ازاي وازاي يعمل معجزات يوم السبت؟ صعبة صح؟ صعب. واحد من الذين كانوا مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع عضو. الواحد ده بطرس متسرع، صلى لنا، سواء كنا متسرعين ولا مش متسرعين، مش معناه ان انا بقول ان الموقف ده صح، بس هو الوحيد فيهم اللي كان متحمس ان يدافع عن المسيح، بس المسيح وضحته اكتر واكتر دلوقتي، وقال له كل اللي ياخذونا بالسيف بالسيف يهلكون. يعني انت شايف ان انا ما اقدرش اطلب 12 10 جوكم من الملائكه؟ امول احنا مسيحيين والمسيحيين موحدين بالله قبل ما حبيبتي،
فهدي كده نفسك وعدي أعضائك علينا الله يكرمك. ماشي، ولكن كيف تتم الكتب؟ لأنه هكذا ينبغي أن يكون. في تلك الساعة قال يسوع الجموع كأنه على لص: خرجتم بسيوف وعصية تمسكوني. انتوا بتتعاملوا معايا على انني حرامي؟ طب انا كنت معاكم وبوعظ في مجامعكم، وكان الناس بتتجمع حواليا. ايه، ما كنتوش عارفين تعملوا حاجة؟ دلوقتي انتوا عايزين تعملوا الموضوع ده دلوقتي في عدم وجود ناس، عشان انتوا شايفين وعارفين ان قد ايه الناس بتحب المسيح، قد ايه الناس عارفين الناس بتحب المسيح. بس حاجة توجع القلب يعني. الله يساعد الناس ويغفر لهم ويخففهم ويشفي أمراضهم. سلام ونعم سلام. يا هلا يا هلا هلا أخوي أخونا العراقي، معلش اكتب لي اسمك لو فين عندي في البيوزر ما. بس يعني إحساس صعب، طلعت تتعامل مع حرامي، والأصعب بكرة، الأصعب بكرة الجمعة العظيمة نفسها. أما كنت أجلس كل يوم في الهيكل ولم تمسكوني، وإنما هذا كله وقد كان لتتم كتب الأنبياء. حينئذ فتغرق والتلاميذ كلهم وهربوا. بوف، كله الوحيد اللي ولكن الله بين محبته لنا، لأننا نحن بعد خطامة مثلا. سلام ونعم يا أخونا. أستاذنك اكتب الاسم عشان الاسم مش مكتوب تقريبا على البروفايل. سلام ونعم يا عمدة. مسكوا المسيح ودوه لقيافة، ومن قيافة الحنان ومن حنان لا. الله على بيلاطس، ويلا على هيرودس، ومن هيرودس يرجع على بيلاطس تاني، وبيلاطس يتصالح مع هيرودس. راح يحس المسيح الصورة واقفة. ما أنا مش كده، مش متحركة، أعتقد كده متحركة. اعذروني مجهد، معلش يا جماعة اعذروني مجهد. وهنلاقي الأناجيل بتاعت ليلة الجمعة العظيمة أو الجمعة العظيمة اليوم الصبحية اللي هي بتتقري رباعية. سلام ونعم أفراح، تقري رباعية يعني من الأربع أناجيل كاملين، ودي تسمى قراءة دياتوس رونية من الأربع أناجيل. آمين تعيش. يقول في إنجيل مرقس: وكان أتباعه شابا مرتديا إزارا على عريه فأمسكوه، أما هو فترك الإزار وهرب عاريا. إنجيل مرقس، الكاتب نفسه مرقس ما ذكرش الشاب مين اللي حصل معاه كده. الشاب اللي حصل معاه كده كان مرقس نفسه. مرموروس نفسه هرب عريان. التلاميذ كلهم هربوا، مفيش غير يوحنا بس اللي كان معاه داخل الأماكن المحاكمات تقريبا، أما الباقيين كله بره. وبطرس بيراقب من بعيد لبعيد، كان عم السبع رجالة بس ده يعرف زينا، زي كل واحد فينا بيعرف. ضعف وضايق، إحساس صعب يعني، حرفيا إحساس صعب إن يبقى موعد المسيح إن هو هيبقى معاه وإن هو مش هيخاف، وتلاقيه فجأة خاف، وفجأة
جاب ورا لما لقى المسيح اتقبض عليه. ايه يا بطرس، مش انت اللي قلت انت بطرس وعلى انت المسيح قال لك انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابن كنيستي؟ لان هو المقصود هنا صخرة الايمان نفسه، ايمان الايمان ان المسيح هو الله مش بطرس نفسه. ومرقس ضعف وكل التلاميذ ضعفوا، مفيش غير واحد بس يمكن اللي هو وسنده يوحنا الحبيب، كله خاف جري، حتى يمكن يوحنا جري وراح يلحقهم بعد كده تاني. اللحظة دي فارقة جدا. ليه فارقة جدا؟ حط نفسك، خش جوه الأحداث كأنك المسيح، وحاشا طبعا، ولكن تخيل الأحداث إن اللي أنت بدل المسيح، كأن المسيح بيقول لك تعالى احضر الساعة دي اللي أنا بيتقبض فيها علي دي، بس احضرها، احضر الساعة دي اللي أنا بيتقبض فيها علي، وقول لي إحساسك، قول لي إحساسك. صديق بيخونك، صديق تاني بينكرك، واللي ينكرك ده هيسبه ويلعن عشان يبعد التهمة عنه. والرسل التلاميذ ال 12 كلهم أو 11 منهم كلهم يعملوا ايه؟ يهربوا اول ما يجي يتقبض عليك. وبطرس يحاول يقطع ودن واحد من جند الهيكل علشان يحاول يدافع، وانت تقول له لا، يوم كلهم يهربوا. ايه الخزي ده؟ ايه التعب ده؟ ايه كمية التعب النفسي والضغط الرهيب؟ حاليا بشع كل المقاييس، حاجة بشع جدا بكل المقاييس.
تراجع عن الغلط. طيب مش لازم أخونا بس. ولا شغال
ثانك يو ماريا. نشكر الله. محدش فيكم عايز يستنى معاه. فطبعا اتساب لايدين جند الهيكل نفسي
أعمل بحث في ثانوي عرفنا إن موت المسيح بالانفجار في القلب انفجار من كبير نلاقي الناس بتستهين بالدم
بعد الكتاب المقدس في النص هنا توجع. انت يا رب هو بيحاسبوك وانت خير شريف.
اوكي فين شهود الزور؟ اشهدوا على المسيح غلط، قولوا اي حاجة عن المسيح. شاهدين عليه رئيس الكهنة بقى خش ترجمة
جالسا عن يمين القوة وأتينا على سحاب السماء. يقول لك ما هو وما اسم ابنه. ابنه من هنا مش من الله ولا انت من الله؟ المسيح قال له فص
يجي رئيس الكهنة صراحة ان هو الله ما جاملش فيها صح؟ بصق في وجهه ولك موس ثم ضربه قائلين تنبه لنا أيها المسيح من ضربك تنبه لنا أيها المسيح من ضربك سخرية سخروا منه بطرس قطع على المواجهة أو القتال كم ممكن
هيستحملوا ان هو من غير ما يعملوا كده. يعني الله قادر حرفيا نفسك
زي البصر. أظهرت طبيعة الحيوان. من أعمال كراماتك تمشي عليها تاني أن آكل منه هذا. لكني أكلت وأسلمت عني أنا اختطفت لي. أنا اختطفت لي قضية الماء. آه 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 آه
شكرا لكل اللي بيشارك. البث ثانك يو ثانك يو اندرو. طب ندور بقى نشوف ايه الاهانات اللي اتوجهت للسيد المسيح. تف على وشه، اتلكم وضرب. بطرس كان بره الدار. مختصر المفيد، 3 مرات ينكر المسيح وسب ولعن وحلف المسيح وسب ولعن وحلف قبل صح. اديك مرتين يعني، يا ريت في حياتنا الروحية نطلب من ربنا يسندنا. شكرا أمير، الله يباركك. نطلب من ربنا يسندنا، بلاش نتوه في حياتنا ونحس ان احنا بنعرف نعمل كل تنكر قدام اشخاص عاديين. يا بطرس، بطرس، وتذكر بطرس قول الرب كيف قال له قبل ان يصيح اديك تنكرني 3 مرات. خرج بطرس خارجا وبكى بكاء مرا. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك، كناجة صامتة تدوك للصلب هناك. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك، كناجة صامتة تدوك للصلب هناك. في الجلجسة، في الجلجسة فوق الصليب، في الجلجسة لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك. كلنا قد كلنا خائن ليهوذا حين أسلمك. لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك. كلنا قد كلنا خائن ليهوذا حين أسلمك. ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك. بقطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلمك. ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك. بقطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلمك. ورغم ذاك نحن نراك أنسى ساك بحبك المتجدد. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك، كناجة صامتة اقتادوك للصلب هناك. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك، كناجة صامتة اقتادوك للصلب هناك. في الجلجسة، في الجلجسة فوق الصليب، في الجلجسة. سلام ونعمة ساشا، يا أهلا بيك. سلام يا هلا يا هلا. فوق الصليب في الجلجسة. وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يدعيان يسوع. مين بقى التلميذ الآخر؟ إنجيل يوحنا يقول سمعان بطرس والتلميذ الآخر، 2 اللي كانوا متابعين المسيح. واحد كان خايف شوية، بطرس وأنكر. يوحنا نفسه اللي كاتب الإنجيل كان تابع المسيح. شكرا جزيلا استاذ شارل، الله يبارك. وانت طيبه بخير اختي.
نلاقي في إنجيل يوحنا 18 تتبع نفس الحدث، تمسحية بس هو شعري غريب. ماشي، شكرا شكرا، أبا أحلى وحاضر. هنلاقي بقى ذكر لطم يسوع المسيح واحد من الخدام الواقفين لما المسيح بيرد على رئيس الكهنة. ماشي حاضر. يا مارينا دي حرية شخصية. طب انا مش عايز احلى، انا حرة. مارينا انت متضايق؟ يا مارينا فلما ضربه قال له ايه؟ ان كنت قد تكلمت رديئا فاشهد على رديئا، حسنا فلماذا تضربني؟ يعني ليه بتضربني؟ وهنا دي دليل على نقطة ان الخد الايمن والخد الايسر مش معناها الحرفي. اللي متابع معايا هو قلت فكرة الخد الأيمن اللي يضربك على الأيمن في الأغلب بيضربك من الظهر، فأنت تعاتب ترد الخد أو تتسامح لكن في حدود، مش عمال على بطال لدرجة إن يتم مهانة واستهانة بحقوقك والحاجات اللي تخصك وقرايبك والكلام ده كله. لأ، الكلام ده مفترض مش محبوب بالمرة أبدا. تنصحيني؟ خلاص شكرا شكرا، مش عايزين نضيع الوقت في الحلاقة. ماشي، شكرا على النصيحة. هنلاقي بقى جمعة العظيمة. ماشي، جمعة العظيمة كم واحد قال لبنت بحبك موت، كم ولد، كم بنت قالت لولد بحبك موت؟ طب كم واحد من اللي قال الكلمة دي بيعرف ينفذها ان هو يحب لدرجة الموت، ان الموت عشان حبيبه؟ كم واحد استعداد فعليا ان هو يموت عشان اللي بيحبه؟ ولا واحد تقريبا، صح؟ ولا واحد او قليل، نوادر. المسيح فعليا حرفيا حرفيا المسيح عمل كده الى المنتهى، لاننا ونحن خطاه مات المسيح لاجلنا. أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. المسيح يظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. المسيح شكرا جزيلا. انا عايزين 500 مليون اكسبلور لقناة اليوتيوب. اكسبلور اليوتيوب عشان مليان فيديوهات كتير. ثانك يو سشا، ثانك يو الكل اللي بيعمل مشاركات، زهير وكل اللي بيعمل اي حاجة حلوة بتدعم القناة. نلاقي من ضمن التأملات المهمة جدا في يوم الجمعة العظيمة الساعد في الجمعة العظيمة، ساعد صلب المسيح هي نفسها الساعة المريه، ما يقرب من الساعة 12 ظهر رجاله في عز الحر في عز التعب.
وألم المسيح ما كانش تمثيلية، كان حقيقي. وحمل خطايا العالم وضغط نفسي وجسدي في نفس الوقت. تخيل انت تكون رئيس لدولة وهم يعذبوك نفسهم وانت بريء، وانت في ايديك في اي لحظة تعاقب اي حد فيهم. أي لحظة تمام يا مجلس السكن، ساعتها هتتصرف ازاي؟ المسيح ضابط الكل، ضابط الكل. رجاء محبة يا جماعة، عملوله ميوت تاني، ما تخشش تغلط في الأمهات يا أخي يا لطيف. خلاص انا هطلع، سلام عليكم يا جيسس كينج. المودريتورز يا جماعة اعملوا له ميوت لو سمحتوا، اللي بيخلص فيه احد من اخواني. ايش حياتكم؟ فالمسيح فعليا ضغط نفسي وألم تعب من التلاميذ، التلاميذ يهربوا وما تبقاش مع غير بطرس وينكروا ويوحنا وباقي الناس. تيجي بعد كده تشوف العقاب، اللي هو ما عملش اصلا جريمة، هو ما جرمش وفي ايديه ان هو يعاقبهم، بس هو لآذى اتى وانبأ وقال كده. طب ليه نفضل بالتعب ده؟ ليه نفضل في المضايقة دي؟ لا، ما أنا بحب البشر، أنا مش هسمح إن الشيطان ياخد. محبتي ليه أكسر علاقتي بيهم؟ وأنا جاي أصالح الأرضين مع السامعين واليهود والأمم وكل الشعوب، مش جاي بعض ولا يفضل العداوة ما بين السماء والأرض ولا ما بين الشعوب. يا السلام، فأنا هكمل، فأنا هكمل. نلاقي بقى بكرة اللي هيحضر معانا هيلاقي صلوات رائعة وقرايات مهمة جدا، من أهمها الحياة أمانة اللص. تخيلوا اللص عنده أمانة، اللص اللي تاب. لما ربنا لما حد يتوب بيفرح بيه أكنه أبيض بافتة من جديد. يعني الألحان هذه المجمرة الذهب النقي الحامل العنبر التي في يد هارون الكاهن على المذبح، وفي احنا فايطة فين معناها هذا الذي أصعد ذات ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا في اجتماع أبوه الصالح وقت المساء على الجلجوسة.
يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة طالب من أجل الخطيئة التي تجرأ عليها آدم في الفردوس. حظك سقي خطايانا أيها المسيح إلهنا وخالصنا وفي إدخم به إماسو خنفنا فين أبيسو رفتينك إخول بيستافروس. لا، الأفضل بالنسبة لك تتحط جوه الكبانيه، تتحشر مع الكبانيه. أنت أفضل لك الكبانيه، الكنيف مستواك ده في بعد كده لحن هومونوجينيس. أيها الابن الوحيد الجنس وكلمات الله الذي لا يموت الأزلي والقابل كل شيء لأجلي خلاصنا المتجسد من والدة الإله الدائمة البتولية مريم. أيوة أنا أديهم الكنيسة، أنت تودي أمك في الزبالة. يا جماعة سلام ونعمة. كل سنة وانت طيب. يا جماعة ما هو زي الحاج أمك يا حبيبي، زي الحاج أمك. هي مزاج حاجة والدتك يا أخي، أنت متعود أنت وأمك على الحاجات دي. وفي لحم في لحن برضه مهم، هو لحن رفضوني أنا الحبيب، رفضوني أنا الحبيب. مثل ميت مرزول قائل له
بنلاقي ألحان عظيمة عظيمة. يا جماعة المدير يدرس لما يلاقوا حيوان زي كده أمه عشان ما عطلناش على البث بتاعنا يا جماعة من فضلك. اذهب إلى بئر بضاعة وبعت لنا بضاعة عندك يعني. طيب احنا كعبات مين اللي حط الصلوات والتسبيحات بالترتيب ده؟ لا على اعرفه لمبا غبريال ابن تريك، اللي اعرفه لمبا غبريال ابن تريك. بوكس دي كانت اخر فرصة، وبعد على باكونت تايبر. قلتلكوا بس عندي محترم ما تجوش تنجسوه، هتنجسوه هتلاقوا ده رد فعل بلوكات ليكوا. فاق يدي ورجلي رتب الشمامسة خمسة، سالتوس وغنوستوس بزياكن زياكن أو زياكن. سالتوس يعني مرتب، وغنوستوس يعني قارئ ومعلم، إيه زياكن يعني مساعد شماس، زياكن درجة شماس كاملة يناول الدم، وأرش زياكن رئيس على شمامسة. الأولين دول مهتمة الكنيسة إن هي ترسمهم دلوقتي، التلاتة دلوقتي مفيش فيه اهتمام قوي، بس فيه اهتمام قبل ما يبقى كاهن، أو ممكن يرسموا دياكون شخص يبقى يناول الدم بس أو يساعد في الخدمات، لكن ما يقدس ما يمسكش القداس من أوله لآخره يعني، لكن يساعد في التناول وفي الخدمات الفردية. في بقى أمانة بس بتحفة يا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، متى جئت في ملكوتك، قرني يا قدوس متى جئت في ملكوتك. من ران آمن بملك مثل هذا الليس الذي بأمانته سرق ملكوت السماوات وفردوس النعيم. اذكرني يا رب. الدم عبارة عن ايه؟ دم حقيقي ولا عصير؟ عصير خمر غير مختمر، يعني ما بيسكرش، بيحل عليها الروح جسد خبز الخمر لدم السادة. معجزة.
يا دكتور، وانت حضرت الدراسات في كنايس؟ طبعا 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 طبعا، بس مش كل حاجة بطلعها على السوشيال ميديا. وممكن حاجات بطلعها بعدها بفترة. انطاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا، أمت حواسنا الجسم أيها المسيح إلهنا وناجينا. في الساعة 11 هنجيب حاجة مهمة جدا جدا جدا، مراسي أرمية، ودي عملت لهم وش. أنا فاكر ساعة لما عملت البث اللي فيه مراسي أرمية بقوا يتنططوا الشياطين كده بتاعتهم، بقت هيتجننوا هيتجننوا فعلا، لأن كلها نبوات عن الصلب المسيح. أنا هو الرجل الذي رأى المزال، أتى علي بقضيب غضبه وقادني وسيرني في الظلم لا في النور، والآن رد يده علي النهار كله، أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي، أحاط بي ونكس رأسي وأذلني وأجلسني في مواضع مظلمة الموت منذ القدم سيج علي. يا دكتور، يعني ايه يحل فيه كل ملل اللاهوت جسديا؟ يعني جسد المسيح مش منفصل عن لاهوت المسيح، واللاهوت موجود جوه الجسد وموجود خارج الجسد لانه ملئ الكون. عند اخواتنا المسلمين يتقال ان الله كلم موسى من الوادي المقدس، يعني هو كان موجود في الوادي المقدس وبره الوادي المقدس ما كانش موجود، اكيد موجود في الاثنين. في لحن بقى برضو احنا ده قلناه يوم الثلاث، معناه كرسيك يا الله على ظهر الدهور، قضيب لاستقامتك وقضيب ملكك، المر والميعة والسريخة من ثيابك الليلة. يا دكتور، وعند حضرتك حضرت قداسات في كنائس غير قبطي؟ أيوة، حضرت في كنائس غير قبطي، واتناقشت مع الكنائس واشتيشت في طريقة القداسات الكلام ده كله، وخدت نسخ من القداسات. والقداسات اللب بتاع الأصل بتاع القداسات كلها واحد، حاجة يمكن بس هو قانون الإيمان في اختلاف مع كاثوليك نقطة الانبثاق من الروح، انبثاق الروح القدس. حضرت شفت بعينيا الأنجليكان والإنجليين والكاثوليك والسوريان والأرمن، وحضرت معمودية طقس المعمودية مع الروس، حضرت عند الروم، حضرت طقس المعمودية كندوة، لكن ما حضرتش قداسات للأسف، بس قريب أنا عايز أحضر مع الروم الأرثوذكس، خاصة الأرثوذكس الروم الأرثوذكس. بس أعتقد الروم زيهم زي الأرمن في نفس الطقس، الروم والأرمن واحد في الطقس. مراسي أرمية بقى ده اللي كان مجننهم، والدعم المادي كان على الأكونت كان هيجننهم، فحاولوا يحرقوا لي عند مراسي أرمية ولاد اللذين، ولسه بس هقول مراسي أرمية تاني، أنا هسيبهم مش هسكت، هقول مراسي أرمية تاني بكرة هلا على عددنا ده صبحيا. أنا نفسي ربنا يسهل
هما عادي ولا بيرفضوا؟ لا، في بعض الروم بيرفضوا وبعض الروم ما بيقبلوا عادي، مش كله. هو كده كده الروم حقت احنا والروم ارثوذكس، يبقى في اتفاقية ان احنا معترفين بمعمودية بعض، فعادي يعني. كبعد إداري، كبعد مسيحي عامة، أنا شايف إن كل كنيسة ليها تسلسل رسولي، هي عندها سر مقدس حقيقي، سواء في اتفاق إداري أو مفيش اتفاق إداري. بنختم بقى الليلة بتاعت ليلة الجمعة العظيمة بلحن غلوصة، ونتخذ الألحان من كنغمات، لكن ككلمات مسيحية. Golgotha, emethe, ebreos, bi'ekranion, emetho, o'enel. انت ليه مش قسيس مع انك اتخرجت من الكلية الإكليريكية؟ سؤال مهم. هي الكلية الإكليريكية المفترض إن هي تعد شخصيات تنفع تبقى قسيس، بس خدمة القسيسية محدش المفترض يجري وراها، الصح محدش يجري وراها ومحدش يرفضها. وأنا مستعد نشكر الله، ولكن الأهم نعمة الله، لو فيها اختيار من ربنا أبقى قسيس، لكن ما جريش وراها، ولازم أكون متجوز، ولازم أكون متجوز قبل. وأنا حاليا لسه ما اتجوزتش. وليه المسيحين بيتناولوا؟ لأن المسيح من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، وله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأنها هي إلهية. إن يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، لأنكم تأكلون جسد الله وتشربون دمه، تبشرون بموته وتعترفون بقيامته، وتذكرونني الآن آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر، وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف، نسبحك نباركك نشكرك يا رب، ونتضرع إليك يا إله. هنا في بقى نقطة مهمة جدا، ان احنا بعد ما نخلص الالحان دي كلها ويوم الجمعة العظيمة، الوقت ده في ايقونة بتبقى موجودة للصلب، بيتم لفها بعد ما تحط عليها حنوط رمز تكفين السيد المسيح ماسوتيا ووضعه في القبر. يوسف الرامي ونيقوديموس الاثنين وضعوه في القبر. نيقوديموس كان من مجمع السنهدرين، صح ولا لا؟ دوروا على الموضوع. معلش بس انا هو مسيحي، في واحد مسلم سألني سؤال معلش ارد عليه. اتفضل اسأل، اتفضل اسأل بالظبط، خش في السؤال على طول، خش في السؤال على طول. وبيتحط 5 حبات من البخور، رمز جراحات السيد المسيح الخمسة، الراس البير الشوك يعني، والايدين والمسامير والرجل والجنب، الطعن المسيح الطعن في جنبه، فنزل مية ودم، مية إشارة إن هو ميت، ودم إشارة إنه حي. أي خدمة مع عنده. حط عند الأيقونة الشمعدانية إشارة للملكين، غير سفر المزامير ويرى كبير كان المزمور الأول. وده بيفكرنا
اللي هو اللي هي إلهي إلهي لماذا تركتني، اللي هي مزمور 2. المتداول المعروف عند اليهود إن هم لما بيقولوا إن هم لما بيقولوا مزمور أو بداية مزمور الباقيين بيكملوا. فالمفترض المسيح قال إلهي إلهي لماذا تركتني، كملوا المزمور عن صلب المسيح. عندك جمعة عظيمة يا دكتور، مش هتعرف تقوم الصبح؟ أنا هعرف أقوم بنعمة ربنا، شكرا برضه، بس يعني يفضل إن أنا أنام دلوقتي يعني. صح كده، أنا مستني آخر سؤال، آخر سؤال وهطير، آخر سؤال وهطير. وبالنسبة للإخوة يا جماعة، طلب عام، اللي هيحب يدعم، اللي هيحب يدعم وعايز لينك الباي بال عشان يدعم بالنسبة للناس المحتاجة في الفترة دي عن طريق الخدمة. أنا بعمل خدمة بشكل فردي، نعم شكر الله. اللي عايز وصل يبعت لي ويقول لي هو عايز اللينك، ابعت له اللينك. لو حد عايز يدعم بشكل عن طريق الباي بال، لو هدايا هدايا من هنا، لو هدعمه على الباي بال قولولي ابقى ادوك اللينك. ده حاجة اختيارية، ده حاجة اختيارية. السؤال يا عم فوق شاشة، والله خلينا واثقين بس. مضمون الحلقة بتاعت النهاردة ان زي ما ربنا جرب بنفسه، مش بس معرفة الإلهية ومعرفته، لا حس جوانا، عاش الموقف لأنه اتجسد زينا، عاش إن الناس تنكره، عاش إن الناس تخونه، عاش إن الناس هربت وسابته، عاش إن هو ضغط نفسيا، اتضرب، اتهان. فربنا حاسس بيك، حاسس بيك بكل شيء بيحصل معانا. ربنا مش سايبنا، حاسس بخيانة تمت لأي هدف من الأهداف، حاسس بأي إنكار حصل لأي هدف من الأهداف ضدك. ربنا بيحبنا وحاسس بينا. الله مش إحنا في المسيحية، الله مش بعيد عنا، الله قريب منا. هو أنت كنيستك اسمها إيه؟ كنيستي كنيستي كنيستي، هي بيتي، هي أمي، هي سر فرح حياتي. لا أنا عندي كنائس كتير، مش كنيسة واحدة، عندي كنائس كتيرة كتيرة، بس ما بقاليش كنيسة. لو ربنا سمح بقى بالسماء هتبقى كنيسة في السماء، الله أعلم. ساعتها تبقى معلنة بقى وكل الناس عارفها بقى، والكلام ده سهلة جدا يعني. لا مش مجلس خمراوي، مجلس خمراوي دي فين؟ محافظة ايه؟ السؤال بقى يعني اللي هيسأل فوقش تسأل، كنت تقول فيه سؤال وفاضل سؤال. يلا انجزوا يا جماعة، انجزوا انجزوا قبل ما نقفل البس، فاضل دقيقتين وهقفل البس، دقيقتين بالظبط همشي. اللي لسه ما اشتركش على قناة اليوتيوب اشترك يا جماعة، اللي لسه ما اشتركش على قناة اليوتيوب اشترك يا جماعة. نفسي ادرس المسيحية اكتر واعرف عن ديني اكتر ازاي؟ لا سهلة جدا، شفت قناة اليوتيوب اللي تحت الصورة؟ خش عليها ادمن بقى الفرجة عندي، هتبقى لبلب، هتبقى ولا الأسقف يعني، مش ولا سقف، هتبقى زي مقارب في المستوى. يا دكتور اللي بيجسده دور السيد المسيح في الأفلام دي خطأ؟ لا مش خطأ، عادي يعني، بس في منهم يعني بيقدروا الموقف ده وبعد كده بيعتذروا، بعد ما يجسد شخصية المسيح بيعتذر، ما بيستش حاجة تانية. ودي آراء، آراء، دي آراء، دي آراء، آراء. خطير بقى يا جماعة كده فوق، شرفت اهي قناة اليوتيوب يا جماعة اهي تحت الصورة على طول، خش اضغط زرار الاشتراك، افعل زرار الجرس وقابلني واكتب تعليقات وشايس القناة واتفرج كده. انت ببلاش، ببلاش دي هتبقى دينونة للناس اللي مش هتتفرج. ليه ليه ليه؟ علم معرفة كده، بحر، بحر من العلوم الدينية موجودة قدامكم ببلاش، وطريقتي زي ما انتوا شايفين كده حركوا، طريقة سهلة، سهلة جدا.
طريقة سهلة وبسيطة، طريقة سهلة وبسيطة. اللي عنده سؤال يقول قبل غلق البأس. ومعكم أيضا جميعا، تصبحوا على خير. قابلكم الصبحية بقى، لا يحضر على اليوتيوب، ليلة الجمعة العظيمة. ألقاكم على خير ومعكم جميعا. سلام الله معكم، وتصبحون على خير.